السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم دائما معكم الجديد مع لولا ومع دائما الجديد مع الجمال. واليوم إن شاء الله راني جبت لكم واحد الفائدة ديال الفوائد دقيق الأرز اللي هو كيصلح العديد من الأشياء، يعني كتعلق بالجمال ديال الأرز، بحيث أن هناك العديد من الأشخاص عندهم عدة استعمالات لهذه المواد الطبيعية، واللي كتكون هي حيوية على البشرة وكتعطيها واحد الرونق. وكيعتبر دقيق الأرز هو من أشهر المكونات الطبيعية اللي كتستخدم في عدة حضارات قديمة، ولا سيما الحضارات العربية، بحيث أنه من أجلها يمكن لنا أننا نحافظ على نضارة ديال الوجه، وكتكون عندنا بشرة اللي هي خالية من البقع والمشاكل التي كيزداد الظهور ديالها في البشرة مع التقدم بطبيعة الحال مع السن. هاد الاعتزاز ديال الرز اللي هو دقيق الارز اللي هو كيكون ابيض بحيث كي يمكننا كيتباع في الاسواق جاهز، كيكون مطحون. ولكن انا اليوم اللي غنشارك معكم هو انني استعملته في المنزل وتم الطحن ديالو في الآلة الكهربائية اللي هي عادية، وكذلك هو عنده كثير استعمالات. يمكن لنا نستعملوه كمقشر طبيعي فعال، كنت نستعمله للجسم الكامل لتخليص الجسم من الخلايا الجلدية الميتة، وكذا لتنعيم البشرة، وكذلك لتحضير واحد المقشر ديال الأرز. يمكننا أننا ناخذ هذا تقشير للجسم، أننا ناخذ واحد نصف كوب من هذا الطحين ديال الأرز، وكذلك تخليطه بواحد الملعقة كبيرة من جوز الهند، إلى جانب يكون معه واحد ربع كوب ديال السكر سنيدة اللي هو السكر الأبيض. ولعدنا من الأفضل أنه يكون عندنا العسل يعني الطبيعي، إلى ما كانش راه يمكننا نديرو عسل السكر مع مزج هاد الأشياء كاملة، ونبداو أننا نبداو نقومي في لوكور ديالنا في الذات بطبيعة الحال مع الغسل بالماء اللي كيكون جد دافئ كما لو أنه بارد. يمكن كذلك استعمال هاد الطحين ديال الدقيق ديال الأرز، استخدامه كتبييض للوجه اللي هو اليوم غادي نشاركو معكم، بحيث أنني غنشارك معكم سهل بزاف. طحين الأرز مع شوية ديال الحليب، وكيعطينا واحد الخليط اللي غنستعملو على الوجه ديالك على الوجه ديالي. كذلك هناك خلطة أخرى اللي هي كتستعمل كمبيض للوجه معها الأساس اللي هو طحين الأرز. أننا كناخدو هاد البودرة ديال الأرز ونخلطو، ناخدو كبيرة ملعقة كبيرة وملعقة كذلك كبيرة من نشا الذرة، وكنمسجوهم مع بعضياتهم بطبيعة الحال مع الخلط ديالو، إما بالماء ورد أو بالحليب أو بالبياوغت دون سكر. وهكذا كنديرو واحد الماسك اللي كيكون بزاف جميل على الوجه، يمكننا نستعملوه كتنظيف للوجه، كتنظيف للوجه من آثار البقع. كذلك يمكن أنه يستعمل كعلاج للحبوب وللبثور، واللي كتكون يعني الفائدة ديالته جد باينة بزاف.
هناك عدة وصفات، عدة وصفات. هناك الفوائد ديال طحين الأرز للبشرة العادية، وكذلك هناك وصفة أخرى اللي هي كتصلح لتقشير البشرة، هناك كذلك وصفة لتأخير ظهور التجاعيد، واللي هي كتكون فعالية كثيرا. والطريقة اللي غنقول لكم دابا وهي أنه تاخذوا نصف كوب من دقيق الأرز هذا لتأخير ظهور تجاعيد، نصف كوب من دقيق الأرز، وملعقتان كبيرتان من ماء الفاتر. كنخلطوا هاد الغبرة ديال الروز بهذا الماء الفاتر حتى نحصل على عجينة اللي كتكون شي شوية لينة، وكنضعوها على البشرة وكنتركوها مدة ديال 15 دقيقة حتى تكرم، ثم كنفركوها امتي غوماج وكنغسلوها بالماء الفاتر، وكنكرروا التجربة مرتين أسبوعيا لتنظيف البشرة وتأخير ظهور التجاعيد. إذن إلى الملتقى باش نوريكم الطريقة ديال هاد لو ماسك اللي غندير بالروز. إن شاء الله لدي العديد العديد من الفوائد، ولكن اللي يمكن أن أحصيها باش ما يجيكمش الفيديو طويل غادي يكون ممل. إلى الملتقى إن شاء الله معاكم ومع طريقة الاستعمال ديال هاد لو ماسك. اهلا وسهلا بكم. اليوم ان شاء الله راني نشارك معكم واحد الكوماج اللي هو المضمون ديالو هو دقيق ديال الارز، وراني المنافع ديال دقيق الارز راني ذكرتها لكم، اهمها وهو انه كيبيض الوجه. كذلك الحاجة ديالتنا مع هاد الدقيق ديال الأرز هو شوية ديال الحليب. دونك ها هو دا كذلك الحاجة ديالنا بالحليب، نصف كاس ماشي كله غنحتاجوه، ولكن غادي نبقاو كنخلطو تقريبا، كنديرو تقريبا واحد 6 ديال المعالق ديال الحليب، ونخلطوهم مع واحد ملعقة ونصف من دقيق ديال الروز. هانتوما شتو كي كتولي عندنا، كيولي عندنا واحد الخليط اللي هو كتولي بحال اون كريم، فوالا كتولي عندنا بحال اون كريم. قلت ملعقة ونصف ديال الروز، وبعدو غادي نحتاجو تقريبا 6 ديال المعالق ديال الحليب باش غادي نخلطو، وهكذا ها هو الخليط ديالنا. دابا نروح نشارك معكم كيفاش يمكن ليا نطبقو على الوجه ديالي. ملي تخلطوها البنات خليه كيتلق شي شويه، كيشرب شي شويه، خليه واحد شويه تقريبا واحد 10 ديال الدقائق عاد رجعوا ليه لي طالمون باش ديروا على الوجه ديالكم، لانه بالحق شي شويه كينشف. دونك ما تديريش سوليوشن. ها هو دا الخليط اللي كنت خلطت ديال الروز والحليب، ودابا غادي نبدا بليطالمون ديالو على الوجه ديالي. دونك هذا سيت ان ماسك اللي هو في نفس الوقت ان غوماج، هو ان ماسك غوماج. طبيعة الحال كتاخذوا داك الروز، من الاحسن داك الروز اللي كيكون روز اللي هو ابيض، سواء روز غلاسي ولا واحد الروز راه كيتباع مكور، هو الرخيص في انواع الروز. هذا كيتطحن كيتولي الطحينه ديالو كتكون غبره. دونك دائما ما تنساوش بان حتى العنق، وانا كنديرو هكا بطريقه اللي كتكون
دائريه. دونك المنافع ديال الروز هو مبيض، مبيض فعال، وفي نفس الوقت هو قماش كيصلح حتى انه قماش للوجه. اذا كنظن يا اخوان هذا القماش راني غادي نخليه للمده ديالته هو على الوجه ديالي مده تقريبا ما بين نصف ساعه الى ثلث ساعه، غنخليه في الوجه ديالي. كنظن ان شاء الله راكم راح تجربوه، وما تنساوش حتى انكم الا كنتو كملتو من الطبخ هذا تعملوه حتى في يديكم، راه هو مفيد ومفيد جدا. دونك ميعادنا ان شاء الله من دابا واحد تقريبا ما بين ربع الى ثلث ساعه راح نوريكم النتيجه المبهره، لانني مو اول مره نستعمله، راني عديد من المرات راني كنستعمله للوجه ديالي، وكنتمنى انكم تجربوه. البنات انا دائما كنشارك معكم، وهاد لوسيون اللي غادي نقول لكم عليه هو دائما انا كنعملو دائما هو لوسيون ديال المعدنوس، هو سي اونتيغي، كنديرو بزاف انا الوجه ديالي بالليل. وكنت شاركت معكم كذلك هذا سي تان ديماكيون، كنت شاركت معكم كذلك اللوسيون ديال خل التفاح لشد الوجه، اللي شد الوجه ماشي لوسيون، ماشي اللي كديروا خل تاع التفاح وكديريه بالليل للوجه ديالك الا بغيتي بوغ افيرمير لا بو، كتخليه واحد 8 سوايع في الوجه ديالك. هذا لا، هذا سهروه، سي تان لوسيون اللي هو اونتي ريد وانتي تاش، اللي هو ديال المعدنوس، راني في الصفحه ديال يعني في الصفحه ديالي كنت تكلمتكم عليه، وكذلك كنت عملت عليه فيديو والطريقة كيفاش أنني يعني صوته. كنتمنى أنه يكون راحكم الفيديو ويكون عجبكم، وأكيد الفوائد ديال الروز الأبيض الفوائد ديالو تكون عماتكم، وتكونوا كذلك فهمتوا القصد ديال المنافع ديال الروز. وكنتمنى حبيباتي باش نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو اخر اللي دائما مع الفائده ومع الاستفاده. شوفوا الوجه ديالي راه هو مع هذا اللي هو لوسيون ديال الماء ديال الروز، كيفاش انه كيبقى شي شويه مي اون بو تابوتي هكا باش انه كيدير، ولكن سي با لا بين باش تاخذوا سيرفيات، بودي ناخذ سيرفيات ونشفوا، لا انا بغيتو يبقى لي على 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 الوجه ديالي. من بعد هذا راني غادي ندير اون كريم اللي هي ايدراتونت. انا دائما كندير قطرات من زيت اللوز، وكذلك واحد شويه زيت اللوز وزيت الكوك، وكنعملهم على الوجه فوالا هكا. دونك كنديرو هكا، كنديرو الوجه ديالي. الا كنتو البنات يعني خارجين، الا كنتو خارج المنزل ما تخليوش هاد الزيت في وجهكم، لو طون غتكونوا في الدار ديروه وخليوه حتى انه يتشرب الوجه ديالكم، وغتاخذوا طرف ديال كلينكس وكديروا هكا كتبقاو كطابوطيو على وجهكم حتى انه كينشف، ولما ينشف لكم الوجه ديالكم كديروا ان اكرون توتال الا كنتو خارجين. كنظن بانه هذا الشيء اللي هو مفهوم،
وكنتمنى انكم تجربوه وتاخذوا كفكره من عندي. ومرحبا بكم في القناه ديالي الا عجبتكم لاشين ولا عجبكم المضمون ديال الفيديو. ما تنساوش ديروا ليا لايك ولا ما عجبكم سبسكرايب بطبيعه الحال مع ترك التعليق. لا يهمني يكون ايجابي ولا سلبي، اللي عنده شي فكره يقولها ليا. الى اللقاء، باي.